قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. الحمد لله اكتسبت واحد القوة اللي هي قوة خطيرة نقدر نطير. السلام عليكم متابعينا الكرام متابعي قناة ميديا ديزاد، خوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة، معاكم خوكم شرف الدين. يا خوتي، الدول المطبعة والدول التي قامت بإبرام اتفاقيات مع الصهاينة راهم الآن يتكالبون على الجزائر. نعم إخوتي الكرام، كاينة واحد الدولة ومسؤول، مش دولة يعني، مسؤول من تلك الدولة يتهم الجزائر بأنها كانت السبب في أن هذه الدولة قامت بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، يعني قامت بإبرام اتفاقيات تجارية مع ذلك الكيان. نعم هذه هي الحقيقة يا خوتي، هما يطبعوا ويحصلوها في الجزائر، يعني الجزائر لازم تجبد في هذه القضية. قبل مشاهدة الفيديو كالعادة خوتي وصلوا 4000 5000 لايك، وما تنساوش في التعليقات ردوا على هذا المسؤول، ما تخليه لوالو إخوتي الكرام. يا خوتي، هذا المسؤول هو مسؤول أردني سابق، يعني ما هوش راهو في المنصب حاليا، وإنما هو مسؤول سابق يسموه عبد الفتاح درادكا. هذا عبد الفتاح درادكا يا خوتي هو المدير السابق لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية. هذا المسؤول كما راكم تشوفوا هنا في الخبر من موقع نبض، مسؤول أردني سابق يحمل الجزائر مسؤولية استيراد بلاده الغاز الإسرائيلي. نعم يا إخوتي الكرام، ولو يتهموا الجزائر بأنها هي اللي تثبت باش هذه الدول الخائنة تقوم بالتطبيع. نعم عم راسك مليح يا أخي الجزائري، وافتخر بأنك جزائري مادام تلقى مسؤولين ولا الدول كاملة ضد بلادك، أعرف بلي راك في الطريق الصحيح. وكي نقراو نجيو نقراو، قال المدير السابق لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية عبد الفتاح درادكا إن الجزائر رفضت تصدير الغاز للأردن رغم تقديم هذه الأخيرة طلبا رسميا. وأرجع المسؤول الأردني السابق سبب إبرام عقدا مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لتوريد الغاز إلى عدم تجاوب الجزائر لتصدير الغاز وغلاء الغاز القطري. بمعنى هذا المسؤول حاب يقول لك باللي في العالم هذا كامل كاين إلا الجزائر وقطر هي من تقوم بتصدير الغاز. إذا أخطأنا هذا زوج دول أنا نروح مباشرة إلى الكيان. يعني نفترض أن الجزائر رفضت الطلب تاعك، ما تجيش تروح ديركتومو إلى الكيان الصهيوني وتقوم بطلب لشراء الغاز، وإنما تبحث عن مصدر آخر. أنت أصلا كانت نيتك كنتوا حابين تطبعوا مع الكيان، لقيتوا بالك الغاز سبب من أجل إبرام هذه الاتفاقيات بيناتكم، فقمتم بالتطبيع وحصلتوها في الجزائر من أجل أنكم تسكتوا الشعب تاعكم أن الجزائر ما حبتش تمدلنا الغاز، زعما دولة عربية تخلات علينا ولا ما على باليش. أكم على بالكم أنتم يا خوتي كيف هذاك الحديث تاع المسؤولين لغة الخشب. فبالتالي لقينا إسرائيل هي تقبلت كما نقولوا الطالب تاعنا ومدت لنا الغاز. نكملوا يا إخوتي الكرام، وكشف المتحدث أن الطلب الأردني كان في عام 2016 قبل إبرام عقد مع إسرائيل. وألمح درادكا إلى أن الجزائر لم تستقبل الوفد الأردني الذي زارها استقبالا جيدا. أكم تشوفوا على ما تحدثتش يا أيها المسؤول السابق كي كنت في المنصب تاعك هذا الكلام، ولا على بالك بلي الدولة الجزائرية ما راحش تسكت على هذا الكلام. هي الكهول تتكلموا إلا بعد ما تديوا تقاعد تاعكم. ماكش راجل باش تتكلم على الجزائر وانت في المنصب تاعك، ماكش راجل وانت تتهم الجزائر بانها كانت السبب في انكم طبعتوا مع الكيان وانت في المنصب تاعك. تتكلم على الجزائر الان وانت خارج المنصب، لانه على بالك باللي كلامك ما يسواش عند الجزائريين، لانك اصلا انت شكون؟ هل انت مسؤول الان؟ لا، انت عبارة عن مسؤول سابق نساوك الناس. فحبيت تدير البوز وتشيع بالجزائر، فجبت اسم الجزائر في الحوار تاعك ولصقت ان الجزائر هي كانت السبب في تطبيعكم مع الكيان حسب القول تاعك.
مش حبيت نوصل لك ان الجزائر هي من صنعت منك اسما. انت كشخص ما كانش عندك قيمة الا كي تكلمت على الجزائر. راهم كامل مواقع يتناقلوا الان في الكلام تاعو يا خوتي، باش تفهموا انه الكلام على الجزائر في حد ذاته هو مصدر رزق بالنسبة لهذا الناس. نكملوا يا اخوتي الكرام. يذكر ان اسرائيل هي الدولة الاولى المصدرة للغاز الى كل من مصر والاردن عبر انابيب عابرة للصحراء. نعم يا اخوتي الكرام، يخرج علينا هذا درادكا ويقول لك انه انتوما اللي تسببتوا في تطبيعنا، انه انتوما اللي تسببتوا في الخيانة تاعنا. اقسموا بالله غير يضحكوني بزاف. دول مطبعة هذو يا اخوتي عندهم واحد الاسباب تافهة جدا تخليك تضحك، تسمع الاسباب تاعهم وانت تضحك. والله خوتي راح نشوفوا كيف كيف الفيديو هذا ونضحكوا عليه كالعادة. الله غرم هابل. اسمعوا مليح خوتي، في دول عربية عندها غاز، في دول إسلامية عندها غاز، لما اضطررنا أن نذهب للعدو؟ لما رحنا للجزائر؟ وأظن السفير الجزائري صرح مرة قال إنه يعني الأردن ما سألتنا، لو سألتنا كان إحنا يعني بعناهم غاز. سيدي هذا الكلام غير صحيح. أكم تسمعوا يعني الكلام تاع المسؤول الجزائري غير صحيح، والكلام تاعه يحب الناس تصدقوا. غير صحيح وأكدوا بملء يعني بالكامل غير صحيح لأنه أيوه. الهضرة ملقاهاش، ملقاش وش يتكلم. باين وجه الخروف معروف كما يقولوا. كلفت أنا وعطوفة أمين عام الوزارة في حينه سنة 2016 وسافرنا إلى الجزائر قبل ما توقعوا مع الجانب الإسرائيلي. قبل أي نعم. وسافرنا إلى الجزائر واجتمعنا معهم وما بلناش نحكي أمور أخرى اللي هي موضوع الاستضافة وما استضافة في الجزائر. وقلنا لهم عمو عنا احنا 20 شركة، طبعا الغاز اللي بده يجينا من الجزائر بيجي مسال، هناك فرق وليس انبوب. نعم وليس انبوب لانه المسافة بينا بالجزائر، فانو عندهم بواخر مفروض يشوفونا بالبواخر اللي عندهم. فقلنا لهم احنا موقعين شيء اسمه ماستر سيلز اجريمنت، يعني بمعنى اخر انه الشركات الكبرى العالمية مثل شيل، تروفيغورا، الروس بروم الى اخره، موقع معنا اتفاقية عامة للشروط الفنية والى اخره، بظل تقدموا سعر لما انا بحتاج الغاز. ايوه فتعالوا وقعوا. قالوا طيب بندرس. استمعنا معهم يومين ثلاث وشفنا يعني الاردن طلب رسميا من الجزائر انه يوقع معنا اتفاقية نعم ماستر سيل اللي هي الاتفاقية القياسية. و اجونا بعد شهر تقريبا. نعم و اجتمعنا معهم، بالعكس ضيفناهم احنا المره هاي وقمنا باللازم معهم. راكم تسمعوا يا خاوتي، او حاب السيد يستقبلوه بالورد ويستقبلوها احسن استقبال. انت شكون اصلا باش يستقبلوك يا ايها دراتكا ولا ايش سموك؟ انت شكون باش تستقبلك الجزائر احسن استقبال؟ ها الله غرم هابل، اقسم بالله يا خاوتي. حابين تستقبلهم الجزائر بالورود وتزغرت لهم؟ يا وانت شكون؟ انت مجرد نكرة. نعم تعالوا تفضلوا هنا بنفكر نفكر لحد ما نفكروا. هذا اللي بيجي اللي بيجيك بكلام غير هذا انا هيني موجود وحاسب على هذا الكلام. اكم تسمعوا يا خاوتي، قال لك الجزائر قالت لنا فكر وبقات تفكر وما ردتش عليهم بقرار نهائي، يعني خلاتهم كذاك معلقين. يعني الجزائر ما قالت لهمش ما راحش نبيع لكم الغاز، وانما هما مستناوش الجزائر باش ترد عليهم. فهمتم مليح؟ يعني الجزائر ما دارتش كيما نقولوا القرار النهائي تاعها، ما قدروش يستناو لانه كاين ملهيه شكون الكيان الصهيوني اللي على بالهم اذا قاموا بالتطبيع معاهم راح تكون عندهم امتيازات من الام تاعهم بين قوسين امريكا، على بالهم باللي امريكا راح تحتضنهم. إذا لم يكن هنالك عرضا، بالعكس احنا طلبنا من الجزائر، طلبنا من الجزائر يجي يوقعوا مع الشركات لانه مسال. اذا بدي اجيب من الجزائر بجيب مسال. وقطر نفس القصة. قطر انه بسنة 2015 طرحنا عطاء ل كميات غاز تعادل 40%. 40% كانت مع شركة شيل اوريدي. نعم. موقعة سابقة لمدة 5 سنين. الان كنا بدنا 40% لمدة سنتين. فطرحنا فأجونا شركات منهم ممثلين لشركة قطر غاز. نعم. وطلبوا انهم اسعارهم ما تعلنش
وطلبوا انهم ما يدفعوش البيرفورمانس بوند اللي كفاله حسن التنفيذ. نعم. فاحنا وافقنا اساس الدوله العربيه يعني وافقتوا على امل انه تمشي المعامله. فقدموا عرض اسعار ناقشناه. نعم. مع العروض اللي جايه. ايوه 14 عرض كانوا أو 16 عرض، 14 عرض مؤهلة، 16 عرضين مش مؤهلات. الغاز العرض القطري كشفناه بعد ما، لأنه بدهم مش يناقش موضوعهم عشان بتحبوش يكشفوا أسعارهم. أيوة. فناقشنا كان أرخص الأسعار شركة شيل يوميها كان أذكر 10.12.16 من البرنت سعرهم. لما كشفنا سعر الغاز القطري كان أعلى من هيك. كان حوالي 14 يعني أعلى من هيك. ففي حينها يعني هذا اللي أجل وأيضا مقدر. غاز مسال وليس بال مسال وكان أغلى من أرخص العرض اللي كان موجود عندنا. أكم تسمعوا يا أخوتي، الله غرى بهلوان يتكلم ويقول لك أنا طبعت يزيدي صحح في وجهه، أنا تعاملت اقتصاديا تعاملت تجاريا مع الكيان الصهيوني بعدما الجزائر ما ردتش عليا، مش رفضت، الجزائر ما رفضتش، الجزائر تدرس هذا الغاز تاعنا ومن حقنا ندرسه كيما حبينا، نديو الوقت اللي حبينا فيه وندرسه كيما حبينا ونزيدو لكم شروط كيما حبينا لانه الغاز تاعنا. فهمت مليح يا ايها المسؤول؟ حتى لو انك جينا بدراهمك يبقى الغاز تاعنا، ندوه لمن نحبو احنا الجزائريين. ونقولها لك صدقني لو كان العكس، انتوما ما حبيتوش تمدونا الغاز، الجزائر حتى وإن احتاجت الغاز ما راحش تروح للكيان، لأننا رجالة وعلى بالنا باللي الجزائري عنده النيف أغلى من كل شيء. ما تنساوش انتوما إخوتي الكرام في التعليقات بهدلوه ردوا عليه كالعادة ما تخليوا له والو. والسلام عليكم، نتلاقاو فيديوهات قادمة. خوتي أتهلاو في الأمان. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.